ورسائل. أنا مقيم هنا في إسبانيا وأصوم مع المغرب لأنها أقرب دولة إلينا. لا أصوم مع الذين يصومون مع السعودية، هل هذا هو الواجب؟ وماذا أفعل في صلاة العيد؟ قد يصلون العيد ونحن صائمون. أنت عايش تصلي يعني صوم مع الناس بغض النظر هما صاموا معهم إلى المجتمع، مجتمع المسلمين هنايا صايمين واحد النهار صوم معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الناس مثلا هنا ارتأت رأيا متبعهم، ليش بغيتي زعما انا غادي نصوم مع هذو كاع الناس هنا تيصوم مع المغرب، لا انا نصوم مع السعوديه، ولا كاع الناس هنا تيصوم مع السعوديه، لا انا نصوم مع الجابون. ما خي انت دابا هذو واخا ولا كاع الناس صاموا معاهم، يعني المهم هو خصنا نختلف. صوم مع الناس، افطر مع الناس باش يكون صومكم واحد وفطركم واحد، تكون شعائركم تكون شي حاجه الناس تحس برمضان، تحس بالفطر، تحس بالعيد الاضحى، تحس بهالشيء هذا. وهذا الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. إيوا إذا اختلفوا الناس حين يدير انت مع الناس، راه انت مختلف معهم، ولكن اذا كانوا ارتأوا رايا لا تختلف جماعتك.